حبايبي الحلوين، طلاب وطالبات سنة أولى ابتدائي، معاكم مستر وجدي نبيل مدرس لغة إنجليزية. والنهاردة هنقول لكل واحد اللي عيد ميلاده النهاردة هابي بيرثداي. أوبا، هابي بيرثداي ليه يا مستر وجدي؟ اشمعنى نقول له؟ علشان يونت فور النهاردة اسمه It's my birthday. It's my birthday عنوان الوحدة حبايبي. يونت 4 It's my birthday. إنه عيد ميلادي. إنه عيد إيه؟ عيد ميلادي. أحب أقول لكل واحد بيشوف الفيديو النهاردة كل سنة وأنت طيب، اللي يكون عيد ميلاده النهاردة عقبال 100 سنة إن شاء الله. نشوف الوحدة بتتكلم عن إيه النهاردة. الوحدة جميلة خالص خالص، طالما فيها أعياد ميلاد بقى يبقى فيها سن بقى، سنك قد إيه، بقيت كملت كام سنة، في أرقام هنشوفها. بس أهم حاجة حبايبي إن أنا لما بسأل واحد عن سنه هقول له إيه؟ أهم كلمتين عندي هقول له إيه؟ How old. برافو عليك. How old يعني كم عمرك أو كم سنك. How old. طبعا أنا عندي أرقام جميلة جميلة جميلة، خلي بالكو في اليونت اللي فات خدنا الأرقام 1 2 3 4 5، النهاردة هنكمل شوية تاني كمان. عندي كلمة how old، والولد بيسأل البنت أو البنت بتسأل الولد، قول له how old، تمام كده. عندي birthday، كلمة birthday ال th هنا ث، birthday يعني عيد ميلاد بقى، تورته وحاجات وبالونات وحركات وشمع بقى، واديله بقى حاجات جميله. نشوف الارقام الحلوه الجميله اللي عندي. طبعا انا عندي 1 2 3، دول اليونت اللي فات، طبعا دول سهلين جدا، دول نمبرز. النمبرز دول ارقام حلوه قوي، عندي 1 2 3 والوان جميله كمان. عندي ارقام، تيجي نشوف الارقام الجديده. هي مش جديدة ولا حاجة، انت سنة اولى ابتدائي دلوقتي، انت كبير. عندي هنا، ناخد من هنا هو ولا من هنا؟ طيب ناخد من هنا 1 2 3 دي خلاص، احنا دي الارقام دي احنا عارفينها قوي. عندي نمبر 6، 6 حروف ايه حبايبي؟ S I X، S I X. نمبر 7، 7 S E V E N، اللي رقم 7. 8 8 E I G H T، خلي بالكم جي اتش سايلنت، حرف الحرفين دول سايلنت. 8 8 يعني رقم كام؟ 8. عندي 9 9 N I N E، 9 يعني كام؟ 9، تمام كده حبايبي. نيجي للرقم اللي هنا بقى، عندي 10 10 10، يعني ايه 10؟ يعني رقم 10. برافو. 10 حروفها ايه يا مستر وجدي؟ تي اي ان، والوان جميله، كل رقم بلون بقى مختلف وحاجات جميله. طيب دلوقتي ازاي اسال واحد عن سنه؟ يعني انا عايز اقول له انت عندك كام سنه؟ هاو اولد ار يو؟ ايه ده بيسالني ليه؟ يقول لك عايز يعرف سنك. هيسالك هيقول لك How old are you؟ سنك قد ايه؟ تقوم انت تجاوب بقى، بتقول له كام بقى وانت مبسوط بقى في اولى ابتدائي. شوف انت عندك كام سنة بقى، اللي عنده ايه، اللي عنده 7 سنين ولا عنده 6 سنين، تمام كده. طيب انت لما بتيجي تجاوب حبيبي بتقول ايه؟ I am، I am، وتقول النمبر يعني انا عمري، وتشوف انت شوف بقى انت سنك كام. يبقى تقول انا عمري مثلا 6 سنوات، انا عمري 7 سنوات، فبتقول بالانجليش I am 7، I am 8، I am 9، على حسب بقى، على حسب ايه سنك. طبعا ده يخص الجزئية دي، الماث الرياضيات الارقام، لازم نبقى عارفين دلوقتي على الاقل نكون عارفين from 1 to 10، تمام كده حبايبي. الله، السؤال الجميل ده، البنت بتسأل بقى ايه زميلتها او اللي قدامها، بتقول لها ايه؟ How old are you؟ How old are you؟ سنك كام؟ عندك كام سنة؟ بتقول لها I'm 8، ومبسوطة بقى بنفسها. I'm 8، I'm 8، I'm 8، أنا عندي كام سنة؟ 8 سنين، 8 سنين.
طب الولد ده بيقول ايه بقى؟ شايف بقى، الله ايه ده، ده شكله جميل. ام 7، ام 7، ايه ده، ده في واحد طلع 7 تاني. لما واحد يكون نفس السن هنقول ايه بقى؟ ام 7 2، ام 7 2. عندي هنا كوما، ام 7 في كوما صغيره، فاصله صغيره، 2 2 يعني ايه؟ يعني ايضا، يعني انا كمان عندي 7 سنين. يعني واحد قال ام 8، ام 8 يعني انا عندي 8 سنين. طب لو انت 8 سنين زيه هتقول ام 8 2. بس خلي بالكوا حبايبي، 2 دي تي او او، تي دبل او، مش 2 التانية. خلي بالك 2 التانية تي دبليو او. بس حبايبي نفس النطق، نفس ايه؟ نفس النطق بس حروف مختلفة. الله، التمرين الجميل هنا activities عن الدرس الأولاني. عندي بيقول لي look and circle، look and circle يعني انظر. خلاص اتفقنا حبايبي الكلمات دي، احنا دلوقتي يونت 4، دلوقتي خدنا يونت 3 ويونت 2 وخدنا يونت 1، تمام. look and circle، هبص على الرقم اللي عندي ده وعد كل رسمة بقى فيها رسومات ليها اعداد معينة. انا هبص هنا، طب انا عارف دي ايه بقى، دي 7، 7. طب اعد كل شكل، اروح بقى اللي الاقي 7 يبقى احط عليه ايه، دايرة. طب تيجي نعد كده مع بعض، 1 2 3 4 5 6 7 8. لا دول عدوا خلاص، دول عدوا 7 يبقى مش هي، 1 2 3 4 5 6 7، هي دي يا مستر وجدي. الله، الرسمة الجميلة دي نحط عليها سيركل، دايرة. يلا كده نمبر 2، عندي 5، 5. 1 2 3 4 5 6. ايه ده، ده كتير قوي ده. لا يبقى مش هي، 1 2 3 4 5، ده عدينا. لا لا ده كتير قوي، يبقى اكيد دي 1 2 3 4 5، هي دي. برافو، برافو عليك، برافو عليكم حبايبي، عامل سيركل. نمبر 3، 9، 9. تفتكروا ال 9 ممكن تكون ايه؟ كده كده اهو، ابص من بعيد، هل دي 9؟ دي شكلهم جبنه دي. لا لا دول مش 9 خالص، دول ايه، دول 5، ودول اقل منهم يا مستر، دول 4. ايوه 1 2 3 4 5 6 7 8 9. الله، رسمة جميلة دي، بحط ايه، اعمل سيركل على 9 لان هم دول كام، 9. الله، نمبر 2، ماتش، ماتش يعني اوصل. اوصل ايه بايه؟ عندي الكلمة، عندي الرقم، دي كلمة دي برضو، يعني عندي 10، عندي 6، عندي 9، 10 6 9. الله، جميلة. تيجي نوصل النمبر بالرسومات بتاعته بعدد الحاجات. طيب تيجي 10، 10. يلا انا 10 دي ممكن، اصل 10 دي حاجة عدد كبير قوي، مش قوي قوي يعني بالنسبة للرسمة، يعني 10. يا مستر وجدي، مستر وجدي هنروح فين؟ انا عينيا رايحة هنا اهو، صح كده، 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برافو عليك، 10. عندي 6، 6. يلا بقى، يلا بقى، الماوس بيمشي لوحده، 1 2 3 4 5 6، صح كده. 9، 9 دي بقى التالتة. خلاص بقى، عندي 3 هنا و3 هنا و3 هنا، يبقى هنا كلهم كام، 9. برافو عليك. عندي بعد كده نمبر 3، complete the missing numbers. طب انا شايف الارقام يا مستر وجدي from 1 to 10، بس في حاجات كده معرفش راحت فين، انتوا رحتوا فين؟ هندور عليكم لغاية لما نجيبكم، هنجيبكم، هنجيبكم. طب نمشي مع بعض، 1 2 3 4
أبا استنى شوي، استنيت. بعد كده بعد نمبر فور حبايبي الحلوين الشاطرين، بالظبط كده فايف، تكتب نمبر فايف بعد فايف، سيكس، برافو عليك، سفن، ايت. في تان في الاخر، بس قبل ما بين الايت والتان كام؟ ناين. ناين، برافو حبايبي، شاطرين حلوين قوي قوي قوي. نيجي بعد كده، الله الاكتيفيتي الجميل ده، count and write the number. count and write the number. count يعني ايه؟ يعني عد واحسب، and و write يعني اكتب، يعني اكتب ايه؟ هتكتب the number، الرقم بقى. طب هنعمل ايه؟ هنعد الشمعات الجميلة دي. طبعا هنا عندي بيقول لي ام سبيس، المسافة حبايب النقط دي بقول عليها سبيس، سبيس يعني حتى نقط فاضية او نقط كده يعني. years old، طيب يبقى هنا الرقم هكتب ايه؟ هكتب كام؟ بعد ما انا اتعلمت بقى انا بكتب دلوقتي الارقام. نيجي نعد الشمع هنا، 1 2 3 4 5 6 7 الله، يبقى هنا هكتب كلمة ايه؟ النمبر كام هنا؟ 7 حروف. ويا مستر وجد، طب انا يعني انا قلقان، انا ما اعرفش اكتبه صح. اقول له لا انت شاطر بقى، 7 كتبتها ولا لسه؟ 7 اس اي في اي ان، اس اي في اي ان، الله جميل، الله الشمعات الجميل دي، بس ده اقل شويه بقى، ده اصغر شويه. تيجي نعد الشمع ده هنا، 1 2 3 4 5 الله، خمس شمعات. خلي بالك هناخد شمعة دلوقتي، يعني ايه؟ يعني كاندل، يعني ايه كاندل؟ هيبقى دول 5 كاندلز. الله، يبقى هنا هيكتب او هتكتب I am 5، عايز تكتبها مثلا ممكن بالرقم كده 5، ما فيش مشكلة. طب 5 بالحروف، ما انت لازم حبيبي برضو تكون عارفها بالحروف، 5 F I V E، F I V E، الله، حشرات، حشرات جميلة، بس ألوانها جميلة قوي قوي قوي. عندي هنا وألوان جميلة، كل واحدة بلون مختلف بقى، مش متلخبطين في بعض. احنا هنعد دلوقتي الحشرات، هنا بيقول لي count and write. count and write يعني ايه؟ يعني عد ويكتب الرقم. هنكتبه فين؟ هنكتبه في المكان الجميل ده. طب تيجي نعد مع بعض، يلا، 1 2 3 4 5 6، برافو عليك. يبقى نكتب ايه؟ نمبر 6 كام؟ رقم كام؟ 6. ممكن نكتبه بالحروف وممكن نكتبه بالشكل كده، شكل رقم 6 ايه؟ يبقى انا عندي هنا نمبر 6، هنا 6 كده اهو، وممكن نكتب حروف. وحروفه ايه يا مستر وجدي؟ برافو عليك، دول 3 حروف، اس اي اكس، تمام كده حبيبي. يلا نيجي للصوره الثانيه، عندي 1، دول اكتر بكتير، دول اكتر من 6، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تسعة، برافو عليك 9، نكتب ادي 9 N I N E. عايز تكتب N I N E مفيش مشكلة، بس عايز تكتب الرقم كده بالحساب بالماث مفيش مشكلة. نيجي هنا 1 2 3 4 5 6 7، الله 7، نمبر 7 رقم كام؟ 7. تيجي نعد دول، انا متهيألي دول كتير شوية، نجرب 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. الله جميل. نمبر 10 رقم كام؟ رقم 10. نمبر 10. 1 2 3 4 5. التمرين ده سهل جدا، انا اعتقد ان انتوا خلصتوه قبل ما انا اخلص. 5 ادي 5، جميله 5. بعد كده اخر صوره 1 2 3 4 5 6 7 8 8. هم 1 2 3 4 5 6 7 8. برافو عليك 8. يبقى تكتب رقم كام؟ رقم 8. الله، انا عندي كفين الايد دول بس مش كلهم طبعا. الكفين بيبقوا ايه؟ بيبقوا فيهم 10، بيبقوا ايه فيهم ايه؟ 10. الله، عندي انا عندي ارقام هنا اهو، عندي مثلا نمبر 6 8 7 9 10. انا عندي هنا اقعد اعد دول واروح للرقم المناسب. هنا بيقول لي count and match، count and ايه and match. طب تيجي نعد مع بعض. طب الكف الواحد كامل كده هو 5، ده كده 5 يعني دي 5. طب نكمل على ال 5 عشان دي سهلة كده. 5 بعد ال 5 6 7 8 9، صح كده. نوصل 9، فين ال 9؟ فين ال 9 9 9 9؟ برافو عليك، خلي بالك ما تلخبطش بين ال 6 وال 9. طيب نيجي للرسمة التانية الجميلة. عندي كف كامل ب 5 لأن دول 1 2 3 4 5. أكمل على ال 5 كام؟ 5 6 7 6 7. يبقى دي توصل بإيه؟ ب 7. برافو عليك. عندي كف ب 5، يبقى ال 5 أدي 5 6 7 8. الله، جميلة جميلة التدريبات دي، جميلة قوي قوي التدريبات دي. عندي كف ب 5، 5 6 7 8 9 10. الله، الكفين دول عندي هنا 5 بلس 5 ايكوالز ايه؟ 10. برافو عليك. الأخيرة بقى عندي كف ب 5 5. ايه ده؟ 1 بس هنا، يبقى 5 بلس 1 ايكوالز ايه؟ ايوه برافو عليك 5 6. برافو عليك. نفضل ماشيين 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 بالماوس لغايه ما نوصل هنا. الله، عندي الدرس التاني حاجات جميله قوي. الفونكس، فونكس اللي هي الصوتيات. انا بحب الدرس ده حبايبي قوي 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 علشان تنطق صح. عندنا حرف ايه ده بقى؟ حرف سي، حرف سي، كابيتال سي سمول سي، كابيتال سي سمول سي. هنشوف اربع كلمات على حرف سي. خلي بالكوا حبايبي، عايز مش عايز اوصيك بقى تبقى عارف ان حرف سي يتنطق س ساوند او سا اذا جه بعديه حروف اي او اي او واي. احفظ معايا اي او اي او واي. عدا ذلك مبدئيا دلوقتي نقول لك حرف السي يتنطق ك ك ساوند. الله، كارت المعايده، كارت عيد الميلاد الجميل ده اسمه ايه؟ الكارت الجميل واحد بيبقى جايب لك هديه كده ومعاها كارت جميل اسمه كارد. كارد، كارد يعني كارت معايده بتاع عيد الميلاد. ممكن يكون معايده بحاجات تانيه، مفيش مشكله، انا يهمني البطاقه دي اسمها كارد. اسمها ايه؟ كارد. الشمعة الجميلة دي اللي هو عيد ميلادك ومعرفش كام النهاردة، كاندل، كاندل سي اي ان دي ال اي، كاندل سي اي ان دي ال اي. نطقت السي كا علشان جه بعدها ايه؟ الله، شمعة جميلة، شمعة جميلة. وطبعا بيكون في ايه في عيد الميلاد؟ اللي بنقعد نقطعها بقى، واللي عاوز ياخد الحته دي والحته الجميله والحته اللي فيها الكريز والحته اللي فيها يعني بتبقى جميله صراحه. كيك اسمها كيك، اسمها ايه؟ كيك، كيك
C-A-K-E C-A-K-E يبقى كلمة كيك. طيب القاهرة بقى، مدينة القاهرة الجميلة. الله، كايرو. كايرو، الله، عندنا برج القاهرة بقى، والله، وبرج الجزيرة، يعني عندنا أماكن، وشيراتون، والمتحف المصري، ذا ايجيبشن ميوزيوم، وهيلتون، ويعني ده مبنى جميل جميل جميل. طيب عندي كلمة كايرو، كايرو سي اي اي ار او، سي اي اي ار او، يعني كايرو مدينة القاهرة. نيجي عند الساوند التاني، او او، عندي الليتر او او، ضم بقى كده، او او، كابيتال او، وعندي سمول او. نيجي نشوف الاربع كلمات بتاعت حرف الاو. عندي البنت الجميلة دي اسمها أمنية. ازيك يا أمنية، عاملة ايه، فينك، مش شايفينك من زمان ليه؟ أمنية، او ام ان اي اي، او 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 او، أمنية، أمنية، ازيك يا أمنية. عندي كلمة، ايوه، زيت. الزيت اسمه ايه؟ ايل، ايل. بتعمل تريسنج، خلي بالك هنا تعمل تريس على الحرف عشان يطلع بخط جميل ويبقى باين كده. وعندي اويل، او اي ال. عندي اوليفز، اوليفز زيتون. الله، انا عن نفسي بعشق الزيتون، الزيتون ده جميل قوي قوي وحلو ومغذي وجميل. كلمة اوليفز، اوليفز، او ال اي في اي اس، ده كلنا بنحب اللي جاية دي بقى. عندي اورنج، اورنج، اورنج يعني برتقانة، اورنج يعني برتقانة، او ار اي ان جي اي، يبقى دي كلمة ايه، اورنج. يبقى التو ساوندز اللي خدناهم حرف السي، بس خلي بالك ساوند كا، وعندنا حرف الاو ساوند او. الله، عجينا الهاند رايتنج، ليسن اند تريس. ليسن يعني استمع، اند تريس وصل، اعمل ماشي على النقط كده، بس خلي بالك ما تمشيش بمزاجك، لازم من فوق لتحت، من فوق لتحت. ادي سي، كابيتال سي، عندنا هنا سمول سي، وانت تعمل تريسنج انت بقى، درب نفسك في كراستك الجميلة بقى، عندك في السكول باج، خدنا سكول باج، خلي بالك الوحدة اللي فاتت كان اسمها ماي سكول باج، وجواها ايه، اللي ما حضرش الوحدة اللي فاتت يشوف الفيديو اللي قبله. عندنا سمول سي، نيجي تحت السي هنكتب الاربع كلمات، او نعمل تريسنج الاربع كلمات. هما الاربع كلمات، كايرو، كيك، كار، كاندل. الله، جميلة قوي دي. طيب الاربع كلمات اللي خاصة بالاو ساوند، ا، أمنية، أورنج، أيل، أوليفز. حبايبي الحلوين، تعمل تريسنج عشان خطك يبقى إيه، خطك يبقى جميل. عندي أكتيفيتيز تانية على الدرس التاني. الله، الأكتيفيتيز كتيرة يا مستر وجد النهاردة، ليه؟ عشان تتعلم حبايبي، عشان تتعلموا وتبقوا شاطرين وكويسين بقى. نمبر 1، سيركل أند رايت، سيركل أند رايت، سيركل اند رايت. اوبا، انا عندي دلوقتي رسمه جميله، انا عايز اقول كلمه ايه دي، ما انا ممكن ابقى عارف انها على طول انها انها ايه. برافو عليك، ايل، ايل. طب ايل دي الحرف الاول اللي هو في السبيس، الحته الفاضيه دي، ايه من دول؟ انا عندي هنا او بي ار، صح كده، بعمل سيركل على او واكتب الاو هنا، تمام كده. عندي الشمعة الجميلة، سبيس، حتة فاضية هنا، مسافة فاضية، A N D L E، K C M، اوعى تتلخبط، اوعى، عشان مش بقول كاندل يبقى تكتب حرف الكي، لأ، لأن ده هيبقى حرف السي بس بيتنطق ك، ك ساوند، كاندل. الكارت الجميل ده زي اللي احنا شفناه، ما هو هو اللي فات، يبقى كلمة بالظبط كده. عندي اي، عندي سي، عندي او، صح كده. كارد، كارد، حط دايرة جميلة على السي
واروح اكتب حرف سي علشان تبقى كلمة كارد. برافو عليك. عندي نمبر 2، circle the pictures، circle the picture. عندي كلمة مكتوبة، عندي ثلاثة هم، عندي اروح للرسمة الجميلة اللي تخصها واعمل عليها ايه؟ دايرة. طب ما انا لازم حبايبي اعرف اقرا الكلمة الاول. عندي نمبر 1، orange. orange، orange يعني لون برتقاني او برتقانة، الاتنين صح. انا دلوقتي orange، orange بالظبط كده. طبعا مش معقولة مش هتكون عارف شكل البرتقانة، يعني ما تكسفناش بقى. برافو عليك، orange، orange. تمام. طيب نمبر 2، كارد. كارد، كارد يعني كارت، اللي هو ايه؟ ايوه البطاقة. عندي كارد. برافو عليك، كارد صح كده. كارد اعمل سيركل، سيركل يعني ايه؟ يعني دايرة. تمام. عندي اويل. اويل، اويل يعني ايه؟ زيت. اويل يعني ايه؟ زيت. افضل ماشي بقى. ايه الزيت اللي هنا؟ الله، دي رسمة جميلة لسه واخدينها يا مستر وجدي في الصورة اللي قبلها. يبقى عندي كلمة ايه؟ اويل. يبقى عندي تلات كلمات، اورنج، كارد، اويل. اورنج، كارد، اويل، ولازم نعرفهم بالكتابة حبايبي. تمام. طيب نيجي تمرين جميل نمبر 4، ماتش. ماتش نعمل ماتش بايه؟ الله، الحروف الجميلة اللي باللون ريد دي، لاترز جميلة، سي ان او. عندي سي ان او، عندي حروف دي كابيتال ودي الحروف اللي بتاعتها اولادها صغيرين، سمول لاترز، حروف صغيرة. تيجي نوصل بقى، سي دي سهلة، ودي على فكرة الاثنين كلهم اسهل من بعض يا مستر وجدي. يبقى ده عندي سي، اوصلها ايه؟ كابيتال سي سمول سي. كابيتال ان صح كده، سمول ان. كابيتال او، سمول او. برافو عليك. التمرين ده بيبقى جميل جدا جدا، ما بيمثلش مشكلة لأي حد. عندي نمبر 5، سيركل the pictures that begin with the same sound. واحد يقول لي يا مستر وجدي مش عارف اقرا كل ده، مش عارف، صعب. لا حبايبي، لازم نتعلم نعرف نقرا كويس، ماشي؟ انت دلوقتي اولى ابتدائي، كي جي 1 وكي جي 2، يمكن كان كلمات وحروف بس، لكن دلوقتي ممكن نقرا، او على الاقل السؤال انت تبقى عارف عاوز ايه. عندي هنا بيقول لي السيركل، ضع دائره، ذا بيكتشرز، الصورتين. بيكتشرز يعني هنا اس الجامع، خلي بالك، بيكتشرز ذات اللي بيجن، بيبداوا، ستارت وذ ذا سيم ساوند. عندي هنا ثلاث رسومات، عندي منهم رسمتين بيبداوا بنفس الصوت. طب انا اعرفهم ازاي؟ اعرفهم لما انطقهم. طيب نيجي ننطقهم ونشوف الصورتين اللي بنفس الصوت. نمبر 1، عندي كيك، اورنج، اوليف. برافو عليك، اورنج واوليف، الاثنين دول حرف ساوند او، يبقى حط دايره على دول. برافو عليك. نمبر 2، عندي كاندل، كارد، اويل. كاندل، كارد، اويل. الله، جميله، سهله دي، سهله ايه؟ جدا جدا جدا. تمام كده، يبقى الصوره الاولى والثانيه. تيجي بعد كده الالوان، احنا عارفين الالوان بقى جميله بقى، عندنا ارت، حصه رسم بقى وتلوين وحركات. اللون ده بقى عندي لوك اند ليسن، هنبص على اللون، هنقراه، نقول حروفه. اللون ده ايوه لون احمر جميل، اسمه ريد، 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 ار اي دي، ار اي دي، اللون الاحمر الجميل. تمام. عندي لون البرتقاني، لون البرتقاني او برتقانه اسمه ايه؟ اسمه اورنج، اسمه اورنج. اورنج حروفه ايه ده؟ خلي بالك الكلمه مكتوبه بنفس اللون، او ار اي ان جي اي، دي بنقول عليهم الكالرز حبايبي. كالرز يعني الالوان، colors يعني الالوان. عندي green، green، green
نيجي حروفها جي ار دبل اي ان جي ار دبل اي، ممكن نقول دبل اي او اي اي ان. عندي اللون هنا، عندي اللون الاصفر، اللون الاصفر اسمه ايه؟ يلو. يلو يعني اللون الاصفر، يلو اللي هو لون ايه؟ الاصفر. واي اي دبل ال او دبليو. عندي اللون الاسود ده اسمه ايه؟ نوت او اي بلاك. بلاك بلاك بي ال اي سي كي بي ال اي سي كي. السي كي دي مع بعض بتلفظ بتنطق ك. عند بلو، بلو بلو يعني لون ايه؟ الازرق. بي ال يو اي. عندي كلمه بالون بقى، بالون كده يعني بالونه، بيبقى في عيد الميلاد بقى وجايبين بالونز كتير بقى عشان نفرح. كلمه بالون تكتب ازاي او حروفها ايه؟ بي اي دبل ال دبل او ان. تمام حبيبي. نيجي بعد كده هنا عندي يقول لي listening and speaking. عندنا هنا نعمل ايه بقى؟ عندي نعمل كذا حاجة، بنبقى عارفين عدد الحاجة دي او رقمها قد ايه ولونها ونقول اسمها. تمام كده؟ يعني هنقول الرقم وبعدين اللون وبعدين الحاجة. انا عندي numbers هنا، one دي number، one ايه؟ دي number. طيب عندي بلو دي ايه؟ دي color. بلو دي ايه؟ color. عندي بالون دي ايه؟ دي object. object يعني حاجة او الحاجة اللي انا بتكلم عنها. طب انا عندي بالونة لونها ازرق بس واحدة بس، يبقى اقول العدد one لونها بلو، الاوبجكت اللي هي نفس الحاجة اسمها ايه؟ بالون. يبقى one بلو بالون. يعني ما ينفعش اقول one بالون بلو، ما ينفعش اقول بلو وان بالون، لا. الرقم الاول حاجه اسمها ترتيب الصفات حبايبي، وترتيب الارقام والالوان الحاجات دي هناخدها لما نكبر شويه قدام. يبقى الرقم النمبر الاول، وبعدين الكالر، وبعدين الاوبجكت اللي عندي. طب ما تيجي نقول دول وان بلو بالون. طب عندي دول، الله، 6 شمعات لونهم اخضر. طب 6 الرقم الاول 6 لونهم green candles. 6 green candles. الله، 5 برتقانات لونهم ايه؟ لونهم ايه؟ هيكون لونهم ايه يعني؟ هيكون لونهم برتقاني. 5 orange oranges. الله، ايه ده ايه ده ايه ده يا مستر؟ اورنج هنا الصفه ما نحطلهاش اس حبايبي، الصفه ما بنحطلهاش اس. كلمه اورنج دي بمعنى لون برتقاني، او ده اللون مش هنحط له اس. اورنجز دي اللي هي الاورنجز اللي هي البرتقانات بقى، اللي هي كانها برتقانه وجمعناها حطينا لها ايه؟ اس. يبقى 5 orange oranges. ما تلخبطناش يا مستر. لا مش بلخبطك حبيبي. 5 العدد، اورنج اللون، اورنجز الاوبجكت اللي هي الحاجات نفسها. تمام كده. الله، نوصل بقى الحاجات دي علشان ما نطولش الفيديو جامد 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 عشان ما تزهقوش. عندي circle the picture. Circle the picture. لا سهل جدا ده. Number one blue. يلا اجري، الماوس بيجري، يروح فين؟ blue. يلا، شاطر حبيبي، شاطر حبيبتي. Number two green. green. يلا حبايبي حلوين، شاطرين شاطرين خالص. Number three red. red. يلا جامدين جامدين، شاطرين حلوين. الله جميل. Number two color. انت لون بقى، بس ما تلونش بمزاجك بقى. انت هتلون بمزاجك؟ مش هتلون بمزاجك، هنلون اللون اللي مكتوب هنا. ادي الكورة، ادي البول، ادي عندي، ابص على الرسمة ابص على اللون. لون بلو ولونه بايه؟ كورة لون ازرق. الله، اللون التانية number two ولونه بايه؟ بالظبط كده، يالو. العربية الجميلة دي ولونه بايه؟ الونها بلون red. برافو عليك. number three circle the correct word. الله، عندي هنا خلي بالك اوعى تغلط. number one 6 green balloons. فكر معايا. طب 6 green، 6 حاجات لونهم اخضر، ايه؟ بالون اور بالونز؟ صح كده، بالونز جمع، لان اكتر هي بالون واحده يبقى من غير اس، لكن بالونز جمع. تمام. عندي نمبر 2 2 يلو
or blue pants. طب انا عندي بانز اوكي مفيش مشكلة جامع، لكن اللون ايه؟ اللون ايه؟ يلا سامعك، برافو عليك، بلو. يبقى تو بلو بانز. الله جميل قوي، عندي التمرين الجميل، الاكتيفيتي الجميل ده، ماتش نمبر 4 ماتش. ابص للرسومات الجميلة دي وابص على النمبر هنا ووصل. يلا خلي بالك، دول خمس فايف نمبرز اهو. يلا طيب، طب انا اقول لك على حاجه، احنا ممكن نعمل التمرين ده من تحت لفوق كده اهو. يعني مثلا ايه، بدل ما نقعد 7 ونقعد نعدهم بقى ونقعد، لا انا هعد الحاجه دي واروح بالرقم، واروح للرقم المناسب. دي ممكن اسهل واسرع شويه، ماشي؟ 1 2 3 4 5 بالظبط كده. روح بالرسمه الجميله على دي، على 5. انا هسيبك تكمل لوحدك، خلي بالك انا هعمل لك 2 بس وانت تكمل. 1 2 3 4 5 6 7. يلا اجري بالماوس بقى وهسيبك تكمل بقى، انا مش كل حاجه هعملها لك انا بقى. بعد كده نمبر 5، color according to the number. color according to the number يعني ايه؟ يعني لون حسب الرقم. عندي 7، ممكن بنفس اللون اعمل 7 سيركلز، 7 دوائر. يعني الون مثلا، الون كم؟ هم كلهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هم كلهم 10. الصف الاولاني هلون كام؟ هلون 7، يعني 1 2 3 4 5 6 7 لغايه هنا. الثانيه ايه؟ هنلون لغايه فين؟ صح كده 5. اختار، شوف انت بقى 5، التالتة 9، وهكذا. ده تلوين جميل، ده اكتيفيتي. بيبقى انت بقى في البيت في وقت الفراغ بتاعك وتقعد تلون. خلي بالك في ناس الوانها جميلة ورسوماتها جميلة. نمبر 6 عندي complete the missing numbers. يبقى وانا نمبر 1 2 3 عندي الرقم وعندي اللي بعده ناقص، او ممكن يكون اللي قبله. طب نمشي، ما انا لو حافظهم بالترتيب from 1 to 10 مفيش مشكلة خالص. 4 يلا اروح بالماوس ولا لا؟ يلا 5 6 6 7 8، صح كده. نمبر 2 عندي 7، اروح اللي قبلها ايه؟ 6 7 8 9 10، برافو عليك. نمبر 3 5 موجودة، 6 7 8 9. طبعا انت ما تقوليش بقى، اوعى تقول لي ما اعرفش اكتب الارقام بقى النمبرز، اوعى تقول لي ما اعرفش اكتب الارقام، ازعل منك جدا جدا جدا. اكتيفيتيز يلا يا مستر وجدي، عايزين نخلص الفيديو ده الجميل. الفيديو ده مش عايز يخلص ليه؟ نمبر 1 سيركل ذا بيكتشر، عندي الكلمه، ادي الكلمة قدامي، كلمة بلو. بلو اللون الازرق، اروح فين؟ اروح فين؟ اروح فين؟ برافو عليك، لون بلو. يلا نمبر 2، جرين. جرين، جرين اللي هو لون ايه؟ لون الاخضر. اروح فين؟ انا اروح فين؟ اروح فين؟ يلا برافو عليك. عندي يلا ريد، نمبر 3 ريد. برافو عليك ريد، اعمل سيركل على ايه؟ على ريد حبايبي. الله، جينا للفقرة الأخيرة وهي نعمل ريفيو على يونت 4 كله علشان ننتهي من الوحدة الجميلة. عندي كل وحدة بيبقى فيها أربع اتجاهات بتحرك فيهم. عنوان الوحدة It's my birthday، إنه عيد ميلادي. عندي الفوكابلوري اللي أنا خدتها، الكلمات كلمات وفي نفس الوقت ألوان. عندي كلمة blue يبقى لون ازرق، بي ال يو اي دي كولرز. عندي ريد يلو جرين بلاك اورنج. عندي الفونكس، الجزء الخاص بالفونكس، خدنا ساوند ك اللي هي الحرف بتاع الحرف سي و او. عندنا خدنا اربع كلمات سي. عندي خدت كيك، كاندل، كايرو، كارد. ساوند او سوري، اويل، اورنج،
أمنية أوليفز. طبعا جزء الماث، الله جميل أوي أوي أوي. عندي خدنا نمبر 6 7 8 9 10. نيجي للجزء المهم أوي اللي كان أول الوحدة بقى، اللي هو إيه؟ لما بقول لك هاو أولد أر يو، سنك كام؟ عمرك كام؟ هاو أولد أر يو، بتقول لي أي أم، ورقم بقى أنت عندك كام سنة؟ كل واحد يقول لي في الفيديو أنت عندك كام سنة؟ آه تقريبا كده 7. بتقول أم 7، أم 7 يعني عندي 7 سنوات. حبايبي الحلوين، كده خلصنا يونت 4. أتمنى يكون عجبكم. إن شاء الله ما تنسوش دعمنا للقناة بعد كده، تعمل لايك وشير وتعمل سبسكرايب اشتراك للقناة بقى، وتخلي ماما تعمل لك تفعيل زر الجرس، علشان إيه؟ كل حاجة نشرحها تيجي لك في القناة مباشرة أول ما نسجلها. تمام كده حبايبي؟ دلوقتي أسيبكم، وإلى أن ألتقي بكم فين؟ إن شاء الله المرة الجاية هناخد يونت 5. تحياتي مستر وجدي نبيل.